تلك البنت الصغيرة، هل تعرفينها؟ نعم، إنها ليلى. لماذا تجلس هناك وحدها؟ إن لها قصة عجيبة، أسمعيني إياها. ليلى بنت كالقمر، أحلى من كل الصور، ولها بيت من فرح في حقل حلو الشجر. ليلى بنت كالقمر، أحلى من كل الصور، ولها بيت من فرح في حقل حلو الشجر. ولها في القرية أحباب، هند وسعاد ورباب، ولديها بعض الألعاب تطعمها أحلى الثمر. ليلى بنت كالقمر، أحلى من كل الصور، ولها بيت من فرح في حقل حلو الشجر. كانت تصحو في الفجر تشهد أسراب الطير، كانت تصحو في الفجر تشهد أسراب الطير، أو تجري بين الزهر، أو تتلو بعض السور، أو تجري بين الزهر، أو تتلو بعض السور. ذات مساء هبت ريح، الغدر يلوح، ذات مساء هبت ريح، وأتى جيش الغدر يلوح. خافت ليلى، أين تروح؟ خافت ليلى، أين تروح؟ من شر خرجت ليلى عصفورة من قريتها مذعورة، خرجت ليلى عصفورة من قريتها مذعورة، نسيت لعبا منثورا، هربت من وجه الخطر، نسيت لعبا، عاشت ليلى في الغربة، تذكر قريتها العذبة، والقلب يناجي ربه بالعودة بعد السفر. ليلى بنت كالقمر، أحلى من كل الصور، ولها بيت من فرح في حقل حلو الشجر. ولها في القرية أحباب، هند وسعاد ورباب، ولديها بعض الألعاب تطعمها أحلى الثمر. ليلى بنت كالقمر، أحلى من كل الصور، ولها بيت من فرح في حقل حلو الشجر.